بما ان شهر مارس هو شهر المرأة زي ما كل حضراتكم اكيد عارفين، ما كانش ينفع ان اخر يوم جمعة في الشهر تعدي بدون ما يكون في فعالية كبيرة تخص المرأة. بنتكلم عن المهرجان الرياضي اللي تم تنفيذه بمناسبة شهر المرأة بحي الأسمرات، طبعا بحضور عدد كبير من البطلات الرياضيات والشخصيات العامة. هنشوف مع حضراتكم شوية تفاصيل كده من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الطفرات الكبيرة جدا اللي قيادة سياسية من البداية خالص يعني حطتها برؤية كبيرة، نقل المناطق غير الأمنة إلى مناطق أمنة، العشوائيات إلى مناطق زي ما إحنا والمجتمع كله بيشوف في مصر. مناطق كتيرة جدا اتحولت من مناطق كنا بنشوفها وبنشاهدها في الأفلام، كانت حاجة مش يعني الشكل بيعبر عن المصريين. النقلة مختلفة تماما، نقلة حضارية للمجتمع المصري. أصبح أهالينا بيعيشوا في مناطق مجتمعية بتقدم فيها كل الخدمات من خلال كل القطاعات الحكومية واللا حكومية. الأسمرات هذه يعني جزء من هذه النقلة الكبيرة جدا اللي مشينا فيها مسيرة من مكان شبابي رياضي، مراكز شباب وملاعب مفتوحة، إلى مكان آخر بيخدم أيضا مناطق حي الأسمرات والمقطم وأماكن أخرى المدينة الشبابية الرياضية اللي شرفنا بافتتاح فخامة الرئيس ليها. الحملة دي بتقول إن زي ما المرأة المصرية اتكرمت في كل المجالات، مفيش يوم للمرأة الرياضية، ففكرنا إحنا كحملة أنتي الأهم يبقى في يوم للمرأة الرياضية بنكرم فيها البطلات اللي محدش يعرف عنها حاجة، اللي رفعت علم مصر ومحدش كرمها، اللي هي اتنست، اللي قعدت في البيت دلوقتي وما بقتش تمارس رياضه، لا بنقول لها احنا فاكرينك وعايزين نكرمك. بنكرم البطلات اللي رايحين طوكيو 21 عشان برضو معظمنا ما يعرفش مين رايح طوكيو 21. معانا نخبه كبيره جدا من نائبات رياضيات، بنقول لهم لازم تبقوا معانا في الحمله علشان انت الاهم، مهمه جدا رياضيه. النهارده طبعا تدشين اليوم الرياضي للمراه المصريه، وده هي حدث مهم جدا، وده يعني بيمثل بداية لليوم الرياضي للمرأة المصرية، هيكون 26 مارس من كل عام، ودي بتمثل يعني اليوم ده والاحتفال وبداية الاحتفال باليوم ده بيمثل اهتمام مدى اهتمام الدولة بالمرأة المصرية وبالرياضة بوجه خاص. ده شهر المرأة وأنا عملت إنجاز في شهر المرأة، فكان حاجة كويسة وحاجة جديدة، ومنها إن إحنا بنشوف زمايلنا، إحنا ما بنقابلش بعض غير في التكريمات وكده، لأن كل واحد مشغول في رياضته. وطبعا دي حاجة عظيمة إن إحنا برضو نشجع الأولاد الصغيرين إن هم يشوفوا كوادر في كل المجالات، يعني ليهم قدوة ان هم عايزين يحققوا في الرياضة في مجالات برة، فدي حاجة كويسة ان هم ان احنا نشجع الاطفال الصغيرين وان احنا يكون في حاجة مميزة للبنت عامة. يعني اكيد طبعا الحمد لله عاملة دور كبير جدا، وبالتالي ان احنا موجودين هنا النهاردة ومش في رياضات بسيطة، لا ده في رياضات عنيفة زي النهاردة رفع اثقال، زي مصارعة، زي تايكوندو، ألعاب كتير جدا مش عايزة أنسى حد. فالحمد لله دور المرأة أثبتت أن هي ليها دور كبير في المجتمع وأن هي تقدر على أي حاجة بيعملها الراجل وبتنجح فيها كمان أكتر وأكتر، وده بدعم أكيد من اللي حواليها، بدعم من سيادة الرئيس، من حرم سيادة الرئيس، من وزارة الشباب والرياضة. المرأة دلوقتي بقت بتبقى يعني مهتمة جدا أن هي تبقى حاجة كويسة في المجتمع، بتبدأ أن هي تشارك في كل حاجة، أن هي عايزة تمثل مصر. مصر يعني دلوقتي بدأ يتذكر اسمها في دول كتير الحمد لله، يعني فلا المرأة دلوقتي بقت غير المرأة بتاعت زمان. يعني شايفة انه تواجدها ده مهم، ان احنا بنكمل بعض في المجتمع سواء رجل او ست، لينا بصمتنا، لينا يعني كل حاجة بنبقى متواجدين فيها لينا شيء مختلف، ودايما يعني السيدة انتصار السيسي وكمان الرئيس بيدعم دور المرأة حتى في البرلمان حتى في كل وقت. المرأة بتمثل مصر في كل بلاد العالم، في البرلمان بتمثل مصر في كل حتة، يعني ودي حاجة كويسة لأن احنا
بنطلع بنقول احنا والله موجودين، مش بس محطوطين في مربع اننا بنتجوز مسؤولين على الولاد، لا احنا مسؤولين ان احنا شايلين اسم مصر، ومسؤولين ان احنا بنطلع اولمبيات عشان نحقق حاجة، عشان الناس كلها تقول المرأة بتعمل حاجة في المجتمع وليها بصمة كبيرة في المجتمع. هو انا بصراحة يعني اول مرة ان انا اجي المكان ده، انا روحت فعلا معالي الوزير امبارح وكان شافني، يعني كان في جملة كان قاعد يقول لي يعني انا كنت اول مرة ان انا اجي المكان ده، ان انا مع مجلس القومي للمرأة. عايز اشكرها بجد دكتورة مايا ان هي يعني خلتني في الموضوع اللي هي بتاعت مجلس القومي للمرأة، فده شرف ليا ان انا اكون موجودة، وشرف ليا ان انا اكون قدام معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وانا كنت مبسوطة جدا. وفعلا انا قابلت يعني في جملة كان معالي الوزير كان بيقولها ما كنتش قادرة انساها، يعني لما شفت قال صديقتي، انا بقى ما كنتش، انا كنت مبتسمة بقى لما قابلني مرة واحدة كده، فكنت مبسوطة جدا جدا. انا بس عايز اعلق على نقطه، لان اختيار المكان اكثر من رائع. ليه؟ لان انت بتتكلم عن اختيارك لحي الاسمرات. حي الاسمرات ده من اكبر المشاريع المصريه لتطوير هنا العشوائيات، فكره ان انت بتعمل مشروع ضخم جدا على 3 مراحل بتسكن فيه الاسر، يعني من A to Z زي ما بيقولوا على المفتاح، بيستلموه مقابل تقريبا 400 جنيه شهريا بيدفعوها، حاجه جميله جدا. مش فكره بس ان انت بتنقل الشخص من مكان لبيئه افضل، لا انت كمان بتحسن حياته، وحياته دي بتنعكس على ثقافته، والثقافة دي بتصب بعد كده في المجتمع، بمعنى ان انت بيبقى عندك مجتمع افضل فكريا كمان، مش فكرة بس حياتيا. فانت كل حاجة بتعملها اكثر من رائعة، وكمان ان انا اروح اعمل حاجة زي كده او مهرجان زي ده هناك، قد ايه ده هيفرق، قد ايه الناس دي هتحس ان في اهتمام بيها، قد ايه ده بيطور اصلا العقول هناك والنفوس. فالاختيار اكثر من رائع بجد، تحية كبيرة جدا. مليون في المية كلامك مظبوط، وبيصب كله كمان في مصلحة الهدف المنشود اللي هو فكرة بناء الانسان المصري. صحيح. وزي ما انت بتقولي الحكاية مش مجرد بس 4 حيطان وسقف، ده انت كمان بتمهديله عملية تغيير سلسة ونعمة ثقافيا واجتماعيا وفكريا، هينتج عنها رقي هينعكس بالإيجاب على المجتمع ككل. فيتفضل لك ايه بقى؟ يتفضل لك ان احنا نحافظ بقى على ده. أيوة. يعني سكان الأسمرات أو سكان أي منطقة مشابهة من النوع اللي بنتكلم عليه، دورهم بقى إن هم يحافظوا على ده ويسعدوا بيه. بتعمل إزاي؟ أنا مؤمنة جدا إن على يعني إن شاء الله على السنين القادمة كده، أنا شايفة المشهد ده والله حاسة إن ده إن شاء الله هيحصل، إن إحنا هنوصل هذه المرتبة، إن إحنا هنبقى بنرفض الغلط في الشارع. يعني دلوقتي ممكن في سلبية إلى حد ما في فكرة حد بيرمي حاجة، حد بيتصرف تصرف غلط، حد بيضايق حد في الشارع، حد بيتعدى على حد. في اوقات بنشوف حاجات زي دي او نماذج زي دي وبنمشي وبنسكت، لكن انا اعتقد مع التغيير الثقافي اللي بيحدث نتيجه التطوير اللي على الارض اللي الدوله بتعمله، فده هيخلينا بعد كده نصل لفكره ان انا هشوف الغلط وهعترض عليه، فساعتها انت هتلاقي الموضوع ايه بيقل جدا كنسبه غلط، وفي نفس الوقت المجتمع ابتدى يتطور وابتدى ما يقبلش اصلا الصوره السلبيه، سواء في كصوره موجوده جماديه او في سلوكياتنا. فانا شايفه ان شاء الله ان دي خطوات كده هتوصلنا للمرحلة. يعني فكرة ممكن يجي علينا اليوم للبطل نندهش فيه لما نسافر أي بلد أوروبية ونلاقي إن إحنا مش مختلفين عنهم في أي حاجة، شوارعنا نفس النظافة، سلوكياتنا نفس سلوكياتهم، فكرك؟ أنا أعتقد جدا ده هيحصل. ده يبقى شيء رائع. كل حاجة هتاخد وقت، فإحنا الدولة بتبني، ومش بتبني بس زي ما إحنا قلنا جماد أو مشاريع، لا بتبني الإنسان واحدة واحدة على السنين أو السنوات القادمة. أعتقد إحنا هنوصل لده وممكن نبقى أفضل كمان. يا مسهل هو نوز زي ما بيتقال. يا مسهل. عايزين نروح